ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. دكتور رشيد. أهلا سعد. جاهزين؟ جاهزين، بس تعرف بطلع صورت مريضتي أشعة، فبطلع على الأشعة تبعتها أطمن عليها. والله سلامات، بس الله خليك. هالشكلها MRI، فكرتها X-ray. الX-ray بتخوف بيني وبينك. ليش بتخوف مساد؟ ما بعرف، الأشعة بحكي لك إنه بتعمل طفرات وبتعمل بتطلع راس بالمش عارف وين وبتعمل، ما بعرف. والله تعرف ممكن كلامك صح، بس ما أظني بتطلع راس. خليني أحكي لك يا مساد المعلومة هاي، اسمع مني. هلأ الإكسري بتعرف من زمانات بنستعملها لأشياء كتير، عفوا بنستعملها لنصور الصدر، نصور الراس، نصور الإيدين خصوصا بالكسور يعني، أو صورة للبطن. طبعا الإكسري فيها مواد شعاعية، هاي المواد الشعاعية ممكن تأثر على الخلايا اللي بتتكاثر كتير في الجسم، مثل خلايا الغدة الدرقية اللي هي معرضة للأشعة أكتر من غيرها. طبعا كلامك 100% صحيح، كل ما تعرضت إلى هاي الأشعة أكتر، كل ما كانت فرصة لا سمح الله يطلع عندي أورام في الأعضاء الجسم أكثر. يعني أنا إذا مثلا طبيب أشعة أو شخص أو فني أشعة، دائما بصور، دائما لازم أطلع ورا شيلد أو ورا إشي رصاصي عشان يمنع الأشعة هاي، لأنه مع الوقت جرعة هاي اللي بتكمل بعضها أو الجرعة المتراكمة ممكن لا سمح الله تعمل معي أورام بالغدد الدرقية، أورام بالغدد الليمفاوية، أو أورام بالرئة، أو أورام كتيرة. فبالتالي إحنا دائما نحكي للناس إذا ما في داعي ضروري تصور صورة أشعة، ما تصور صورة أشعة سينية. طبعا هذا الحكي كتير مهم أيضا في الستات الحوامل، لأنه زي ما بنعرف الجنين في أول أشهر بتكون، وممكن التعرض لهذه الأشعة يعمل لا سمح الله تشوهات خلقية عند الجنين، لأنه الجنين لسه الخلايا عنده لسه مش ناضجة، بتتكون وبتتراكم بطريقة جدا سريعة، وممكن يصير زي ما حكيت يا مسات طفرات للموضوع هذا، ويصير عندنا مشاكل. لو بنطلع على الصورة الطبقية مثلا اللي هي الصورة المحورية، هاي اللي بتدخل جوا تنل أو جوا نفق، هاي فيها هاي بتعطينا تقريبا 70 مرة قد الأشعة الموجودة بالأشعة العادية. يعني صورة أشعة واحدة وصورة طبقية واحدة، الصورة الطبقية واحدة زي أكنك أخذت 70 صورة، تخيلوا زي أكنك أخذت 70 صورة. فاللي بتصور بتلاقي ناس كتير والله كل شهر أو شهرين لازم أصور صورة طبقية، هذا أكيد يوم الأيام إن شاء الله لا ممكن يؤدي إلى السرطانات. فبالتالي الأشعة جدا خطرة إذا أنت مش بحاجة لإلها. أكيد صورة الرنين المغناطيسي والصورة التلفزيونية بتفرق، لأنه الرنين المغناطيسي ما فيه أشعة، له علاقة بالرنين المغناطيسي والمجال المغناطيسي، فبالتالي هو غير ضار للجسم. نفس الإشي بالنسبة لصورة الألتراساوند السونار، هي صورة تلفزيونية عادية، فعشان هيك الستات الحوامل ما عندنا مشكلة قد ما بدنا نشوف أو نعمل أو نطلع على الجنين بالصورة التلفزيونية. فبالتالي يا مساد عشان أحكي لك فعلا كلامك صحيح 100% إن الصور الشعاعية هاي ممكن تكون مضرة للناس، فعشان هيك الناس اللي بيشتغلوا بمجال الأشعة والناس اللي بتصوروا ضروري جدا إنه يحاولوا يتجنبوا هاي الأشعة. وإحنا عادة أنا بعمل مثلا تنظيف قنوات صفراوية، ودائما بشغل بالأشعة، دائما بلبس إشي واقي للرصاص، وعندي دائما من منظمة الطاقة عندي زي جهاز صغير يقيس لي قديش طاقة أنا أخذت، لأنه إذا تعديت هاي النسبة بكون أنا عرضت حياتي للخطر، أو عرضت إني أنا أكون لا سمح الله يصير عندي سرطانات أو أورام بالمستقبل. فبالخلاصة يا مسات كلامك 100% صحيح، إنه فعلا الأشعة ممكن تعمل مشاكل وتعمل أورام في الجسم. بتمنى أن تكونوا استفدتوا من هاي المعلومة عن الأشعة، وتابعونا بالفقرات القادمة من الأطباء السبعة.